السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بجميع المشتركات والمتابعات الوفيات في الفيديو تاع اليوم، اللي هو الدرس الثاني من الدورة التكوينية. الدرس تاع اليوم قد ما هو سهل، قد ما هو مهم، وقد ما هو لازم تركزوا فيه، اللي هو تفصيل الرقابات. انا ما راش متوفر، راح ندير غير في هادو تاع 27. ثم راني قلت لكم على الورق اللي تفصلوا فيه، يا اما تحتفظوا بهذاك الورق، يا اما كي تجربي 2 و3 و4 الرقبه تاعك وتصلح لك عندي، طبقيها في البلاستيك باه يقعد لك قلنا اطول فتره ممكنه. نروحوا لاول رقبه. شوفوا، اول رقبه هي الرقبه الخاري، منها نخرجوا كامل الرقبات، منها خرجوا. كاين انواع، مهم انا نعطيكم الرقبات الاساسيه، ومن بعد منها عاد نخرجوا انواع رقبات واحد اخرين. تبعوا فقط معايا، تكوني طويتي الورقه تاعك على 2، الجهه المغلقه هي اللي نرسمو فيها، سواء في الكتان ولا في الورق. الجهه المفتوحه ابدا عمرك لا ترسمي منها، الرسم راح يكون من الجهه المغلقه. شوفوا هنا شحال نديرو في فتحة الرقبة. شوفوا هنا عندنا من 7 ل 8 سنتيم، احنا 7 سنتيم تجي شوية مبلعة، لكن كي ديرو لا دوبليغ وتقطعو وتخيطي كي نكونو في الجبة تزيد تفتح. لكن القياس اللي لا ماجوريتي يجي علينا نديرو 8 سنتيم او 7.5، الا خفتي تجيك مهرومه بزاف في الرقبه ديري 7.5 سنتيم. والفتحه تاع منا، شوفوا الفتحه منا هادو سجلوهم، هاد الاشياء سجلوهم، دوك نرسم بعد نكتب لكم تسجلو في الكراس. نديرو الرقبه اللي زعما مستعمله بزاف هي رقم 17، فتحه الفتحه هنا تكون 17 سنتيم. نعاود نعين منا 7.5، إلا عينتو منا 7.5 حديري منا 7.5، وإلا درتي 8 حديري منا 8 باش ترسمي الكاري تاعك. وهذه ماهيش الرقبة الكاري، أنا حندير 7.5. بزاف يديرو هاد الرقبة وتقولك خلاص هذه هي الرقبة الكاري، ما تجيش متحوفة وما تجيش شابة. شديرو تجي هنا 0.5، يعني مش 1 سنتيم، نصف سنتيم، نصف سنتيم، وتعيني نقطة. هاد الأرقام نكتبهم لكم هنا، عندنا 0.5 سنتيم، هنا عندنا 7.5 سنتيم، وهنا عندنا 17 سنتيم. شنروحو نديرو؟ نروحو منا من هاد النقطة اللي عيناها لعند 0.5. أنا هادي الرقبة اللي نعتمد عليها الكاري. قبل ما نفتحوها ونوريها لكم، تكتبوا الرقبة الكاري، الرقبة المربعة، وترسموا هذا الشكل، تعاودوا ترسموه هنا. دوك انا نرسمه ونوريه لكم مرسوم، حاولوا كل درس تكتبوا منه. توحي نفس هذا الباترون اللي رسمتيه، توحي تكتبيه في الكراس تاعك اللي راح تتعلمي منه. اكتبي بلي هذه الجهه المغلقه وهذه الجهه المفتوحه، هذه الاشياء يبان لكم بسيطه لكن كلش اكتبوه. ديري منا 7.5 سنتيم، ومنا عندنا 17 سنتيم. دوك نزيدو مش غير هاد المعلومات تكتبوهم. ترسمي الكاري تاعك، ترسمي الكاري، تجي هنا 0.5. هادو دوك صاي هاد التطبيق تعاودو هنا. شو تكتبو هنا؟ هاد فتحة الرقبة، هادي فتحة الصدر، هادي تتراوح من بين 7 إلى غاية 8 سنتيم، يعني 7 7.5 8 سنتيم. منا عندكم من 14 سنتيم الى 19 سنتيم، منا يعني انتي وما بغيتي الفتحه. كاللي تقول لك
ما نبغيش صدري يبان، ما نبغيش حاجة مفتوحة، ديري لها 15 16 17 متوسطة، 19 اللي يبغوا تكون يا إما هي سمينة يعني حتى ودير لها 19 وما تكونش عريانة، لكن 19 بالنسبة لوحدة ضعيفة يجيها عريانة الرقبة تاعها، يعني 17 سنتيم هو المتوسط، يعني قلنا تبدأ من 14 سنتيم إلى غاية 19 سنتيم. هادو سجلوهم، هاد المعلومات سجلوهم. نروحو نقصو، القص يبدأ من الفوق سواء في الكتان سواء في الورق، ومن الأحسن المقص يكون خاص بالورق اللي ولادها يقراو، تدي تاع الأولاد اللي ما يقراوش تشري واحد فقط تاع 10 آلاف ديره لل هذه الرقبة الكاري، كي ديروا لها الدوبل تاعها وتخيطي تجي متحوفه، الا درتيها كاري وتزيدي دوبليها ما حش تجي شابه، ميم كون جيت بلاسي كالون ما تخرج لك الشابه، حاولوا توجور ديروا هذا 0.5 مليمتر حتخرج لكم بهذا الشكل، يعني شويه داخله. هذه هي الرقبه الكاري. ننتقلوا للرقبه الثانيه، هذا الباترون يعني رسميه شحال من مره، كي تتحصلي على باترون شباب روحي نقليه في البلاستيك ودسيه مع الكتابه، مع الكتابه الا ما كتبتيش ما ديري فيها والو. نروحوا للرقبه رقم 2، هذاك الكاري، هذا الكاري اللي درناه تاع 8 سنتيم 17 سنتيم راح يرافقكم في جميع الرقبات، يعني هو الاساس، هو الاساسي. نطلو دائما على 2، دوك نرسم انا هذاك الكاري ومن بعد نشوف الرقبه رقم 2. قلنا هذا المربع توجور يترسم، هذا هو الاساسي، يعني منه اللي نخرجوا كل الرسومات، ومش هو الرقبه الكاري، قلنا الرقبه الكاري ندخلو. راح نشوفوا رقبه 2، الرقبه في، الرقبه في، الرقبه في كيفاش دايره. خطأ 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 انك تجي من وترسمي هذا الخط اللي هو هذا، راح نوضحه امامكم، وتقصي حتجيك الرقبة تاعك الضيقة ولا فوق مشي شابة وخاطئة، هذه رقبة في خاطئة مكاش منها. الرقبة في جو تحسبو هنا المنتصف تاع 17 سنتيم اللي هو 8.5 سنتيم، هذه تجي رقبة متحوفة. شوفوا حتى في البدعية الديفان شروهم تاع الفي ما يجوش شابين في لبستهم، يجي الفي يجي في بودي ولا بصح في هاد الرقبة لا في بدعي. تعيني المنتصف، من المنتصف تروحي بخط مائل لهاد النقطة، ومش مائل مائل، حاولوا شوية شوفوا هكا، لكن في القص ما ديروهش حاد لهاد الدرجة، شوية يعني هكا شويه هنا يدور وهنا يولي بوينتي. نقص امامكم هذا وتشوفوا باللي ما يخرج لكمش، هذا خاطئ. شوفوا شوفوا الرقبه كيف تجي، ايماجيني انت بدعيه بهذا الشكل ماش تخرج خلاص شابه، والقص قلنا دائما يبدا من الاعلى. نشوفوا كيفاش نرسموا، نحطوا الباترون على القماش، يعني قلنا فقط تبعوا معايا، راح نشوفوا مراحل بزاف ان شاء الله تولوا محترفات. هذا هو الفي، شوف هذا هو الفي، تروحي كذلك ترسمي هذا المربع، تكتبي الرقبه في وترسمي هذا المربع اللي رسمناه هنا، وديري باللي منا تكتبي باللي المنتصف تهبطي هنا لثمانية ونص اللي هي منتصف 17 سنتيم وتجي هنايا. قادر في هذه وحدة ترسمي كامل الرقبات في مربع واحد، ترسمي كامل المربعات، راح نخليكم فوتو في الأخير رسم واحد فيه كل الرقبات. صاي شفنا هذه في، هذه الرقبة في. نشوفوا الرقبة رقم 3، هادو هما الرقبات الأساسيين الكاري والفي، نشوفوا الرقبة الثالثة. نعود ونذكر هذه هي الرقبة الأساسية، نشرح نديرو دائما نروحو للمنتصف اللي هو 8.5، اللي هو
منتصف 17، 8.5، هنا عند 8.5 سنتيم. نحاولوا اللهن نديروا الرقبة الدائرية، ماحش تجي بيها من دائرية، تاني ما تخرج لك، تخرج لك كيما الفي، تحيل المنتصف وتجي بطريقة غير بيدك، يعني ثبتي هذه، هذا اليد تثبت هنا، وهذه فقط كيما المدور تقعدي تخدمي بهذه حتى تلحقي للمنتصف. هذا هو الدائرية، وكذلك من الدائرية دي تخرجي عدة أشكال، يعني الرقبات كاين رقبات ما لا نهاية، يعني قادر تختاري غير روحك رقبة، كاين رقبات بزاف. نروحو نقصو الرقبة الدائرية، دائما نقص من الأعلى. ركزوا، كاين أشياء تبالكم راني نعاود فيهم، وهي نعاودهم بيترسخو، كيما 7 سنتيم و 17 سنتيم. الفتحة تجي من 14 سنتيم إلى غاية 19 سنتيم. 19 سنتيم ما ننصحكمش بها، تجي مهرومة مليحة للسمانات، يعني تخرج. هذه هي الرقبة رقم 3. شوفوا قصيت ورقتين، درت باترون تاع 2، ما شفتش. هذه هي الرقبة الدائرية، شوية هنا شوية ماهيش دائرية. شوفوا نسدمها، نسدمها شوية كما ينبغي. شوف هذه الرقبة الدائرية، هذا الكاري توجور يكون موجود. هذه الرقبة رقم 3، الرقبة الدائرية. هذا شوفوا الباترون، يا إما تدسو هذا يا إما تدسو هذا، حتى هذا تروحي تنقليه، تروحي تحطيه فوق القماش، شوية من الأحسن. رقبات أسهل ما يكون، تفكروا باللي الكاري ندخلوا بيها، ندخلوا بيها هنايا 0.5، والفي. دوك نكتب لكم الدرس ونخلي لكم ورقة في الأخير تاع الدرس. هذه الرقبة في، والرقبة كاري، والرقبة الدائرية. راح نخلي لكم الدرس، ديروا له كابتور وتعبدوا تنقلوه تكتبوه. هذا هو ملخص درس اليوم، هادو الأساسيين اللي تكتبوهم، لازم هادو تكتبوهم. وهاني هنا كتبت لكم فتحة الرقبة تكون من 7 إلى 8 سنتيم، اللي هي هادي، اللي هي هادي، وأنا درت المتوسط 7.5. وفتحة الصدر تكون من 14 إلى 19 سنتيم، 19 قلنا تجيكم شوية مهرومة، اللي هي هادي. راح ندير لكم صورة تحالي والصورة. هذا هو ملخص الدرس اللي لازم تكتبوه. الأخير وفي الأخير نقول لكم إن شاء الله عجبكم لا فيديو تاع اليوم، وكان استفادة منه، بارطاجوا لا فيديو باش تعم الفائدة، ودمتم أوفياء للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.